لم تكفهم آلام القصف والحصار بل حلت عليهم آلام مرض خبيث بات يفتك بالكثير منهم وكأن حياتهم اصبحت لوحة تجسد المعاناة بأبشع صورها 224 حالة اصابة بمرض السرطان تم اكتشافها في غوطة دمشق الشرقية بعد حصار نظام الاسد ما دفعا الاطباء لدق ناقوس الخطر فانشاوا منذ عامين مركز دار الرحمه الطبي لمتابعه احوال المرضى ورعايتهم لعلهم يستطيعون بامكانياتهم المتواضعه انقاذ حياه اشخاص هم احوج ما يكون لمد يد العون والمساعده ونحن هنا الشرقيه رغم الحصار، النفسي السيء رغم العمل وفي الوقت الذي تستمر فيه معاناه السوريين يستمر صمت المجتمع الدولي لتبدو المبادئ والقيم الانسانيه التي طالما تغنى بها مجرد عبارات رنانه لا تطبيق لها على ارض الواقع